يأتي مشروع تأهيل محمية الناصرية في ريف دمشق في إطار التزام منظمة الأغذية والزراعة بالعمل على إصلاح النظام البيئي وحمايته والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة التصحر وتدهور الأراضي التي تسبب في أغلب الأحيان لزيادة العواصف الرملية ونشوءها في مناطق لم تكن تنشأ سابقاً، مما يسبب أضرار كبيرة على النظم الزراعية وبالتالي على سبل عيش المزارعين.